مينكو جنتا على الحدود البولندية مع بيلاروسيا. محمد فينيش مراسل الغد ينضم إلي. محمد، على ضوء هذه التصريحات والتصعيد بين الجهتين، ما هي أوضاع اللاجئين هناك؟ نعم، هي الأوضاع صعبة جدا هنا خلفي بالضبط. تنتهي أو تضع الشرطة والجيش البولوني نقطة المراقبة، وراء هذه النقطة بثلاث كيلومترات يوجد خط التماس بين بيلاروسيا وبولندا. أكثر من 2000 مهاجر يعيشون وضع مأساوي بسبب أولا درجة حرارة المنخفضة جدا. نحن الآن تقريبا باتت درجة الحرارة في انخفاض كبير جدا، وصلت إلى 1 درجة مئوية. هناك كذلك من يعانون من أمراض، ومن يعانون من الجوع، ومن يعانون من تبعات السفر لمئات الكيلومترات في غابات يعني تنعدم فيها أبسط شروط الحياة. على هذه الحدود يوجد مهاجرون بأزمة إنسانية، وتوجد كذلك شعارات وخلافات كبيرة جدا بين بروكسل من جهة، وبين مينسك من جهة، وبين وارسو من بولندا ومينسك من جهة أخرى. هذه الخلافات من يدفع فاتورتها في هذه الأثناء وفي هذا اليوم وفي هذه اللحظات هم اللاجئون الذين يعانون أوضاع إنسانية لا علاقة لها بالخلافات السياسية، لا يجب أن تكون مرتبطة بالخلافات السياسية على الأقل بحسب المراقبين. البيلاروسيا تنفي أنها تستعمل ورقة المهاجرين كضغط. الاتحاد الأوروبي يعتبر تدفق المهاجرين من هذه النقطة في اتجاه بولندا بوابة الاتحاد الأوروبي يعتبره الاتحاد الأوروبي هو ورقة ضغط من بيلاروسيا لتخفيف العقوبات عليها المفروضة من الاتحاد الأوروبي. بروكسل كذلك كشفت أنها تهيئ لائحة عقوبات ستكون مع مطلع الأسبوع المقبل. بيلاروسيا ردت، قالت أنه إذا تمت هناك عقوبات إضافية ستوقف الغاز الروسي الذي يمر عبر أنابيب من بيلاروسيا، وبالتالي يبدو أن الخطاب السياسي ارتفعت حدته. لكن من يدفع فاتورة هذه الخلافات عن هنا هو المهاجر أو اللاجئ، أغلبهم من سوريا ومن العراق ومن أفغانستان، والبعض الآخر من دول إفريقية. من الحدود البولندية مع بيلاروسيا، محمد فينيش، شكرا جزيلا لك.